ايميل بالنظام الجديد 2025 رايت ريبلاي، اكتب رد بقى تو حلمز ايميل لايميل حلمي about free time activities، عن انشطة وقت الفراغ، of about 80 words حوالي 80 كلمة. your name is صلاح and your email address is salah11@gmail.com. your friend's email address is helmyman@gmail.com. طبعا هو بقول لك هنا واجاب عنه، تعال نتدرب كده على الايميل دوت. اول حاجه يا شباب، دايما الايميل لازم تلاقي فيه التنسيق ده، from to subject. from to subject من الى عن او الموضوع. طب from ده رايح من مين؟ هو قال لك رايح منك انت، والايميل بتاعك اهو، لازم تكتب الميل كامل. يعني هتقول لي كده from صلاح، خلي بالك 11 وبعدين at وبعدين gmail.com، رايح لمين؟ صاحبك، وصاحبك الايميل بتاعه اسمه ايه؟ حلمي مان. برضو نفس الحكاية اهو، حلمي مان at gmail.com. طب الموضوع ايه بقى؟ الموضوع عن أنشطة أهو، free time activities. يبقى هتقول له كده my free time activities، اللي هي أنشطة أوقات الفراغ أو وقت اللي يا شباب الفراغ. تعال بقى كده اطلع معايا ونجيب صوغة الإيه؟ الميل كامل ونقول بسم الله كده. أول حاجة هو عامل لك هنا الكوما دي عشان انت لازم هتكتب له الاول كده هالو هالو، اللي هو صاحبك اللي هو حلمي دوت، او هتقول له دير حلمي، يا اما تقول له هالو حلمي او هاي حلمي او دير ها حلمي. يعني انت ممكن تكتب دير وممكن تكتب له هاي، خلي بالك اي واحده من الاثنين صح، وبعدها كوما، دي كوما خلي بالك اهي كوما. هتيجي بقى هنا لازم انت تسيب مسافه بادئه، تمام؟ زي بتكتب باراجراف بالظبط، هتيجي تقول له كده I am بادئة كده ومقدمة عادية خالص، لو حبيت تكتب مش حبيت خلاص. I am happy happy to write this email to you. أنا سعيد إن أنا أكتب لك هذا الإيميل. فول ستوب، الجملة خلصت. لو في مكان يكفي كلمة اكتبها، ممكن تقول له مثلا I، خليها كده. هنا بقى تبدأ من أول السطر عادي جدا جدا. I would like to، أنا عايز tell you about my free time activities. اوكي هتيجي تقول له بقى I do a lot of activities، انا بعمل الكثير من الانشطة، and hobby، خليها جمع hobbies والهوايات، in my free in my free time، في وقت ايه؟ فراغي. وابدأ بقى اتكلم، قول له I like reading مثلا، انا بحب reading، قراءة stories. يعني stories القصص. هتقول I go to the library، library للمكتبة، to read، to read عشان أقرأ، and ويستعير، يعني إيه بقى؟ يستعير يا سنة أقول اسمها borrow، and borrow books، يبقى أروح المكتبة عشان أقرأ واستعير الكتب، تمام؟ هتيجي تقول لي كده I like، أنا بحب مثلا خلال قصص المغامرة adventure stories، قصص الايه؟ المغامرات. هتيجي تقول لي I like، خلي بالك I like going، انا بحب الذهاب to the club، بحب الذهاب الى النادي. I برضو، او هتقول لي هنا كده I play، انا بحب العب واختار اي رياضة وليكن حتى فوتبول، I play football there، بلعب كرة قدم هناك مع مين بقى؟ with my friends، بلعب مع مين؟ مع اصدقائي. هتيجي تقول لي I
مثلا بقضي وقت ممتع I had أنا قضيت، أو خليها I have مضارع، خليها I have. I have مثلا a great time أنا قضيت وقتا أو أقضي وقتا رائعا. The أو in the club خليها in the club في النادي. هتيجي تقول له بقى هنا المفروض السطر دوت احنا نقول له في الآخر بقى ايه love وبعدها كومة، وبعدين تقول له بقى مين اللي بعت الإيميل، اللي هو أنت، اللي هو صلاح. صلاح خلي بالك، وتحط بعدها ايه full stop.